مرحبا. لما بنحكي عن النظافة شغلات كتير بتجي على البال، نظافة الجسد، نظافة الروح، نظافة الكف، نظافة الفكر. هودي كلهم صفات بنستمدها من الإنجيل والمعلم لما بتعيش معه، هو يلي تجسد كرمال الإنسان الخاطئ والمريض تيرده نظيف ومنزه عن الخطأ. لأنه الإنسان الصحيح يلي هو صحيح الجسم والفكر والروح مش محتاج لطبيب. لهالسبب دعانا يسوع حتى نكون خميرته وملحه بعجنة هالأرض. كلمتين على الماشي بدها تقلك اليوم كون مثل الصابونة يلي بتعيش مع كل الأوساخ وبتبقى نظيفة. كون مصدر نظافة بكلامك وطريقة عيشك، والله معك.